ولا يمكننا إيقافه. ولهذا راه هذا العمل اللي قام به هذا المكتب هذا راه هذا تهرب من المسؤولية. هذا القانون المالي واخا نناقشوه واخا يحضر مدقق الحسابات ما عندناش الحق باش نعرضوا فيه، بمعنى ان سواء حضر مدقق الحسابات ام لم يحضر ما عندناش عليه شي تاثير، ما كاينش شي تاثير. يعني الدليل هو انه هذا مدقق الحسابات حنا نتداول هذا التقرير ولكن لا ناخذ فيها الراي ولا يمكننا ايقافه. ولهذا راه هذا العمل اللي قام به هذا المكتب هذا راه هذا تهرب من المسؤوليه، هذا تهرب من المناقشه، هذا تهرب من واقع، هذا واقع ديال كره القدم هنا في النملال راه واحد الواقع راه متعفن. حنا جينا اليوم باش نوقفوا هذا التعفن ولكن هاد الناس هما تيتهربوا من الواقع. راه بغينا نصحوا واحد المسار ديال فريق الشبان مكتب ربحوا الله يوفقهم وربحنا الله يوفقنا، ولكن ما تهربوش من المسؤوليه. تتعرفوا بان الجامعه الملكيه حددت واحد الوقت محدد يعني باش الجموع العامه تكون في الوقت ديالها، ولا ما كانتش في الوقت ديالها راه كاين عن كل تاخير غادي تولي الفرقه تعطي 10 ديال المليون شهريا. ولهذا الله يجازيكم بخير خصكم تكونوا على بينه من الامر ديالكم بان هذا الشيء راه يموس فريق رجاء بني ملال ويموس مستقبل فريق رجاء بني ملال وهذا تشتيت القوه ديال رجاء بني ملال. ولهذا الله يجازيكم بخير الى ما كمنابر اعلاميه تنعرفوا فيكم الصدق وتنعرفوا فيكم بانكم توصلوا الرساله الحقه انكم غادي توقفوا بجانب الحق وغادي توقفوا بجانبات كلمه الحق. ولهذا هاد الناس راه تيتهربوا من المسؤوليه، حنا تنحملوهم الهروب من المسؤوليه. ولهذا تتشكوا في الطريقه ديال لا حنا ضروري يبقى المكتب، حنا مادام اننا ما عندناش حق ديال عاد نداولوه، ما يمكنش نقولوا هادي ولا هادي ولا هادي، لان هذاك السيد معترف به من طرف الجامعه الملكيه، الجامعه الملكيه والجهات المانحه هي اللي عندها الحق اللي تقول لا ولا ويه. ولكن حنا جينا لهنا مستعدين اننا غادي نكونوا مكتب سواء من هذا الطرف سواء من ذاك الطرف. ولهذا هذا راه تهرب من المسؤوليه وهذا ضرب للديمقراطيه، هذا تيبان لي انا بان ضرب ديال الديمقراطيه. الرجا ضاع يمكن الرجا مشات شحال هذا؟ شحال هذا الرجا ويا مشات؟ ولكن اليوم جينا حنا باش هذا المسار يتصحح سواء من هادو ولا من هادو، ولكن هاد الناس ما بغاوش يمشيو في المسار الصحيح.
والسلام عليكم. واش قانونيا يمكن يكون جمع عام؟ يمكن. اش حق الطعن فيه؟ علاش؟ لا ما تيتصوتش. لان ما تنصوتوش عليه. غير تنداولو علاش جبتو فادي وعلاش جبتو فادي وعلاش زدتو فادي وعلاش طقشتو فادي. ولكن باش ناخذوا قرار وفصل ما عندناش حق. هذا هو اللي كان. السلام عليكم.